أما الآن سننتقل إلى هذا المكان الخاص بتقطيع الدجاج وجعله قطعا أصغر فأصغر، حيث يتم جلب الدجاجة وتقطيع الأجنحة على جنب والأوراك على جنب والصدر في مكان آخر. لنتابع معا كيف تقطع هذه الدجاجة المعلقة بيد هذا العامل. شاهدوا كيف يتم تصنيفها. تم تصنيف هذه القطع الخاصة لماكدونالدز والأخرى يتم تجميدها للبيع التجاري. الآن يتم أخذ هذا اللحم الخاص والذي تم جرمه من العظم وإزالة جميع القطع العظمية حتى يتم بهذا الشكل طحنه وجعله لحما مفروم، ثم يتم تقليبه ووضع النكهات الخاصة عليه ليصبح قطع تشيكن صغيرة. لنتابع. يمكنكم أن تشاهدوا الأشكال التي يتم تصنيعها. بعد ذلك ينزل إلى هذا الشلال ثم يغطى بالبقسماط أو الفيجيتار، وذلك حتى يكون فقط جاهزا للقلي. وبهذه الطريقة نحصل على تشيكن اللذيذ السريع الإعداد في مطاعم ماكدونالدز. يمكنكم أن تشاهدوا كيف يتم تجميده وبعد ذلك تغليفه بأكياس خاصة، وهكذا يصبح منتجا تجاريا. بداية لصناعة التشيبس يتم حصاد البطاطس كما تشاهدون من الأرض بواسطة هذه الآلات. بعد ذلك يتم شحن البطاطس إلى المصنع، وذلك حتى يتم غسلها وتنظيفها من الأتربة العالقة عليها. بعد أن تقطع البطاطس ويتم إزالة قشرتها، يتم نقلها إلى عملية التفريم، حيث يتم تصنيع رقائق صغيرة تنزل إلى الزيت الحار حتى يتم قليها. بعد ذلك يتم تصفية الزيت من هذه البطاطس، ثم يتم نقلها إلى عملية وضع الطعم، حيث تكتسب النكهة الخاصة اللذيذة بهذه المسليات. لنتابع. الآن يتم إنزالها على الميزان لتوزينها وتغليفها بأكياس خاصة، وهي العلامة التجارية للشركة. ثم تنزل أكياس البطاطس لتعبأ بهذه الصناديق، وبعد ذلك تصبح منتجا تجاريا. لنتابع. لنشاهد هنا كيف يتم عمل الباستا اللذيذة أو أنواع المعكرونة المختلفة. يمكنكم أن تشاهدوا هذه الماكينات الخاصة بتقطيع المعكرونة بأشكالها المختلفة، سواء باستا أو بشاميل أو حتى أعواد صغيرة. لنرى معا. هنا في هذا المصنع يتم تعبئة أكواب الآيس كريم، إذ أنه يتم بهذا الشكل كما ترون، وضع البوظة بالكوب وبعد ذلك يتم جلب الأغطية حتى يتم وضعها بهذا الشكل وتركيبها على الأكواب. لنتابع.
الآن تنتقل هذه الأكواب إلى عملية وضع العلامة التجارية بهذا الشكل وإغلاق الكوب بواسطة هذه القطعة من النايلون، ثم يتم تجميدها فيما بعد، ثم تغلف وتصبح منتجا تجاري. هنا يمكنكم أن تدخلوا إلى مصانع الآيس كريم، حيث يتم إنزال كل حبة على حدة وبها العضو الخشبي الخاص بها ويتم قصها بهذا الشكل. بعد ذلك تدخل إلى المجمد والذي سيجعلها قطعة حجرية بعد أن تخرج. لنتابع. تقوم كلابات خاصة بخطف هذه الأعواد من الآيس كريم حتى يتم أخذها إلى المرحلة الأخرى. يمكنكم أن تشاهدوا كيف يتم تعليقها بهذا الشكل. الآن تنزل قطع الآيس كريم هذه بهذا المغطس من الشيكولاتة، وذلك حتى تمتلئ بالكامل. لنتابع. بالطبع بسبب حرارة الآيس كريم المنخفضة تتجمد الشيكولاتة وتصف بهذا الشكل عبر هذا الناقل، وذلك حتى يتم تغليفها وتعبئتها. لنتابع معاً.